فولا يا ودي فولا. فولا يا فولا. ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا ببلو. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا. لا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. سباب بقى، ما احنا كنا سباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال قلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري؟ ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل أول مرة أروح لراجل عازب في بيته، وأنت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فأنا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، أنا هغير هدومي ثانية واحدة وأجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. السلام. 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 قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح. ببلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام في ايه بس؟ طب ما تيجي نشرب في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات التراب وادفني يلا. خدت صباره كده وخلصني. ده فن وحش. ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلوه. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ اه مين؟ فيسكوز ده نوع غالي. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده لو وقت. عينيا يا كريم. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجرم في الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عاجل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاوي. يا سلام، عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضه كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول لي يا ببلاوي. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارث 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود، حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكم؟ سيبوه هو. ايوه مالكم؟ تعال تعال تعالى. ما انت يا اخويا ترز الشغل، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه؟ ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي
هجيب واحده جديده ودي دي تيمور ابن يا بلاش تيمور لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكران روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى اسمع كلامي احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان حر بقى. طبعا. الله الله ليه كده ليه كده هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف ايه كده؟ الله ايه كده؟ يا شوان ايه لا 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 بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش وحده. يا ليمون كفايه كفايه الراجل هيكمل. اوكي اوكي بلاوي امشي من هنا في بجلدك يا الله. امشي امشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده مين الراجل ده؟ الله طب سنك اسكت انت ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحلاها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة براحتك. سلامة ما براحتي يا حبيب. باي باي. في داهية. انفل بغلدك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حتى فينا على طول مرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري يا فجري يا غليت الحياة. صديقي انني اسمه من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بطيء شكلك ولا وشك. ساقتله هاية المرأة. انا الذي ساقف له لاحدة. ستقفين له؟ أم هي الساعة كم من الوقت؟ ساعة ما ساقف له. انت في عنا حيا بنا حيا المرأة. ساقتلك تعال ايها المرأة. غلبان غلبان. يلا يا مؤدب معاك. يلا يا فجري يا فجري. والله وقعت يا خلانوسة. مبوط عليها. انت اللي اذيتي نفسك محكومة. انت اللي اذيتي روحي. اوعي تنسي نوسة يا باس. يا باس اوعي تنسي نوسة. ده انا مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانت سامع عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب تحبي. هو
وصفني دمي مبولة مبولة؟ حمام اه طبعا فيه. وديني انت اسمك ايه؟ اسمي نادية ودلعوني وقولولي يا نقة في البيت. طب والنبي يا نقة دخلني حمام. عارفة يا خالتي كنت جاية لك بس الحكومة سبقتني. دخلني حمام يا نقة. انت بقى اتجوزي يا خالتي وانا عمري ما اخش الحمام. الهي ربنا يسترك تفكي على بيتي. فكينا يا نادية انت الاول بدل ما افكها على الارض. طيب اخر الدور ايه؟ انا يا خالتي يا خالتي لو وراك حاجة روحي وتعالي. شا 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 بحب عمري وعشق الحبان. اوعى تكوني فاكراني لوحدي. الواد زمايكا كان محسور قوي. لا يبتليكوا بنصيبة وانا اقول النسوان بتخلص من البلد اتاريكم مصرفين هنا. جاتلكم اللي هتربيكم ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه هما 19 بس؟ ده انت ستك واصلة لحد هنا يا خالتي في الباب. صل على الله. اهلا 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 ازيكم يا نسوان يا رمة؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت يا بنت شبكة ولا سنارة؟ سنارة يا خالتي سنارة. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت؟ بانجو. اه يا بكتة يا معفنة. وانتي منوعات كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم فتحتونا في شارع الجامع الدول العربية. ما بنزلوش ده شارع الهواء. قال يا كدابة. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا لعشرين سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت. لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن بخوص على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا اقول لكم. يلا يا مرض شويه من هنا. يلا من هنا سيب من هنا ما تبصش هنا تاني. يلا يلا اتحركي اتحركي. يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ ما تخافيش انا ما اخافش يا الدلعات. يلا لم عفريتك وقعدي على جنب. الله طب هم جابوا سيرتي بتجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انت شوايه؟ انت شوايه؟ يلا يا اولياء انت وهي كل واحد على سريرها. يلا ناموا.